نتواجد اليوم في جبهة الميسرة في منطقة صرواح وبالقرب من مركز مديرية صرواح، حيث قام أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بهجوم كاسح على المناطق التي بالقرب في الميسرة، وهي المطار وميسرة مركز المديرية. تم تحرير المطار ووصول أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إلى منطقة ضوار أو منطقة رمضة. هذه المناطق كلها تم تحريرها خلال اليوم. معنا هنا أحد أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، قائد الكتيبة الرابعة في اللواء 103. نريد منها أن يطلعنا عن سير المعارك التي دارت في هذا اليوم ولا زالت مستمرة حتى اللحظة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تم اليوم والحمد لله الالتفاف والدخول إلى المطار وقطع الطريق في الساعات المقبلة، والحمد لله والأمور مسيطرة عليها ونحمد الله ونشكر على هذا. هل أصبحتم مسيطرين على مركز المديرية أم لازلتم في أطراف محيط مركز المديرية؟ قريبين وتجاوزنا، يعني صرواح سقط، يعني تجاوزتم مركز المديرية؟ تجاوزنا نعم. ما أهمية المواقع التي سيطرتم عليها اليوم؟ هذه مواقع مهمة جدا، حيث العدو متمركز ويعتبر صرواح يعني، والتبة الحمراء سقطت أيضا. سقطت التبة الحمراء؟ أيوة. تم تحريرها؟ نعم والحمد لله. يعني التبة الحمراء تعتبر مركز استراتيجي لهم وأهم معنى. نعم، من أهم المواقع حقهم. إذا كما شاهدتم هذه سير المعارك وهذه المناطق التي تم تحريرها، و قاب قوسين أو أدنى وستصبح مركز مديرية صرواح محررا بالكامل. عبد الله أبو سعيد، قناة سهيل، صرواح مأرب.